إنها أكثر من نشاط رمضاني، إنها استعادة لماض جميل وأحياء لتراث عريق يتعانق في خلالهما ثلاثة أجيال، من سن الشيخوخة إلى ريعان الشباب فالطفولة، صنوج طبول وفتلة مولوية، مشاعل تنير درب قامات لم تقوى عليها هموم الحياة، وأخرى في طور شق طريقها نحو مصير لا يزال مبهما، فيما يضفي الحكوات بخبرياته على المكان جوا من الإلفة المفتقدة في هذه الأيام. شيخ، شو عم بتحاولوا تحيوا وتجسدوا من خلال هالمسيرة؟ تراث طرابلس، تراث عظيم جدا، عمر 100 سنين. كان جدودنا يحيوها، كان جدودنا هن يعطونا هالمجد والعظمة كل هيدي، ما تضلنا احنا ماشيين فيها ان شاء الله. إنها طريقة صوفية في التعبير عن الوجدان، عن الإيمان، عن مدى القدرة على التحمل وعن الارتقاء بالذات نحو صفاء النيات. هنا المشهد يبدو كتسليم وتسلم بين الموروث والوارث لتقليد قديم نما في بيوتات الفيحاء. فتلة الملوية نحن من سوح بذكر الله عز وجل. أدى عمرك؟ 9 سنين. شو عم تقدم؟ عم أقدم الفتلة المولوية. شو بتعني؟ بتعني الطرق الصوفية. كان وجها من شخصيات المدينة التاريخية، ولا يزال يصارع البقاء، ينفض عنه غبار النسيان من دون أن يغفل عن عصرنة حكمه. عم نحكي التراث بكلمات قديمة ولكن بإسقاطات كتير حديثة. إنها الفاصل بين زمنين، أو هكذا أرادوا لها أن تكون، ليستذكروا من خلالها حكايات الفرح والأسى، وكأن المدينة تكرر ذاتها بناسها ومشاعرهم. مسيرة رمضانية تحاكي جسر الذاكرة بين ماضي المدينة وحاضرها، فتتلمس من خلالها مستقبلها الذي يرسمه أبناؤها على خطى طموحاتهم الممزوجة بأجواء ذلك الزمن الجميل وقلق الواقع الأليم. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة طرابلس.